بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة إضاءة رياضية، سلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. موضوع اليوم: المنتخب الوطني المغربي يتربع على عرش التايكوندو الإفريقي لسنة 2022، وبذلك يستعيد لقبه الضائع في دورة داكار 2021. تابع معي بعناية من بداية الفيديو إلى النهاية، أخبار وأسرار وكواليس، ألبوم صور وفيديوهات، استماع واستمتاع. فضلا لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. غادر المنتخب الوطني للتايكوندو صنف البومسي جوا أرض الوطن يومه السبت 9 يوليو 2022 صوب رواندا، قصد المشاركة في أطوار البطولة الإفريقية للبومسي التي احتضنتها العاصمة الرواندية كيغالي ما بين 11 و14 يوليو 2022. وقد تكونت بعثة الوفد من السادة حسن اسماعيلي بصفته رئيسا للوفد، وإدريس العرقوبي مدربا، وعمر قسطيس لاعبا، وهاجر السعدي لاعبة، وإخلاص الحيك لاعبة. وتجدر الإشارة بأن انتقاء هذه الأسماء بالخصوص ضمن هذه البطولة هي أسماء تستوفي كامل شروط المشاركة لهذا الحدث الرياضي الكبير. الحصيلة والحصاد: فازت البطلة هاجر السعدي بالميدالية الذهبية صنف فوق 17 سنة في الفريستايل أو البومسي الإبداعي، الميدالية الفضية ضمن أقل من 30 سنة صنف الزوجي كانت من نصيب البطل عمر قسطيس وإخلاص الحيك، في حين كانت الميدالية الذهبية من نصيب السنغال، أما الميدالية النحاسية فكانت منصفة بين مصر ورواندا. الميدالية الفضية فردي أقل من 30 سنة ذكور فكانت من نصيب البطل عمر قسطيس. اجتاز دور الربع النهائي ممثل نيجيريا أوسمان، كما فاز في دور نصف النهائي على ممثل النيجر أدامو قبل أن ينهزم في الدور النهائي أمام بطل مصر أحمد باد. وأهديت كأس الروح الرياضية للفريق الوطني للبومسي في هذه البطولة الإفريقية التي كان الصراع فيها على أشده بمشاركة 18 بلدا إفريقيا. إشارات: فازت بالميدالية الذهبية البطلة شهد عبد الفتاح المصرية وهي طالبة في كلية الطب البيطري، واختيرت كأفضل لاعبة في هذه البطولة، وقالت في تصريح لها أنها كانت تتمنى الحصول على الميدالية الذهبية قبل انطلاق البطولة، موضحة بأن الأسلوب المصري مختلف على نظيره الإفريقي بسبب تراكم الخبرات. واستطردت قائلة بأنها كانت لاعبة جيمباز، لكن مدربها في الفيتنس أرشدها وشجعها على ممارسة التايكوندو، وقال لها بأن التايكوندو ممكن أن تصلي في أسرع وقت إلى البوديوم والتتويج. لتذكير، فإن البومسي يعتمد على التركيز، وهو أفضل من عامل اللياقة البدنية، والتركيز أساسي للأداء السليم. ومن المعلوم بالضرورة بأن التايكوندو بومسي منقسم إلى منافسات وستايل، وكل جزء له صعوباته الخاصة، فالمنافسات تعتمد على سلامة التقنية وتحسين مخارج الحركات بالإضافة إلى التقديم والإيقاع والتعبير الطاقي.
والأصعب هو الفري ستايل أو التنس الإبداعي، بحيث يدخل فيه أكثر من منافسة مثل الجيمباز، أي الشقلبات والحركات اللولبية وآداء التقنيات بانسيابية وبحركات متنوعة ومختلفة مع الموائمة والنبض الموسيقي. والمثير للانتباه في صنف البومسي بأن المنتخب المصري أظهر على علو كعبه في هذا المجال مرفوقا بالمنتخب السنغالي، أما الرتبة الثالثة كانت من نصيب رواندا البلد المضيف. نعم، شاهدنا مستويات متقدمة من بعض البعثات، فلم تكن المنافسة متوقفة على مصر وتونس والمغرب كعادة الأخير. ومع غياب تونس عن هذه النسخة لوحظ التطور الكبير لمنتخبات مثل السنغال التي أضافت الكثير ودخلت المنافسة بقوة. إنجاز تاريخي خرافي رهيب للمغرب في التايكواندو بأقدام لاعبيه ومغربة أطره وتمكن حكامه. فعلى هامش هذه البطولة الإفريقية بالعاصمة الرواندية كيغالي 2022، غادر الفريق الوطني المغربي للتايكواندو صنف المباراة الكيروبي أرض الوطن، ويتكون الوفد من السادة حسن اسماعيلي رئيسا للوفد، بدر اسماعيلي مدربا، مصطفى العمراني مدربا، حكيم المصلاحي مدربا. فريق الإناث يتكون من سكينة الصاحب، نزهة العسال، أميمة البشتي، ندى العرج، صفية صالح، سناء بعيزة، دنيا صابر، وفاطمة الزهراء أبو فارس. فريق الذكور يتكون من حمزة الحشام، عمر لكحل، وصفي عبد الباسط، فيصل السعدي، أيوب اليقيني، يوسف وعترس، سفيان العصبي، وأيوب الباسل. كما سيقود رحى هذه المباراة هيئة من خيرة الحكام الدوليين، ونخص بالذكر المشرف العام على الحكام في هذه الدورة المغربي طارق بن راضي بصفته رئيس لجنة التحكيم الإفريقي، وكذلك العسري مصطفى كحكم دولي، والهلالي أحمد كحكم دولي، ونور الدين الخفيف كحكم دولي، وكمال نوفل كحكم دولي، وبنجيدة بوجمعة. تهانينا ومزيدا من التألق والنجاح وعقبة للاستحقاقات المقبلة. منتخبنا الوطني يحرز على مجمل ألقاب البطولة الإفريقية التي احتضنتها كيغالي، حيث تصدر الترتيب، وبذلك يكون التايكواندو المغربي قد تسيد هذه السنة على جميع الدول الإفريقية. نعم، هي في الحقيقة نتيجة تاريخية، فقد حصل على 15 ميدالية مقسمة كالآتي بيانه: 2 ميدالية ذهبية فئة الذكور، 6 ميدالية ذهبية فئة الإناث، 3 ميدالية فضية، و4 ميدالية نحاسية. اكتساح شامل للميداليات وتألق لافت لمجموعة من العناصر الوطنية. وقد نقول تقريبا جل اللاعبين اللهم ما عدا وزن واحد لعبه المنتخب الوطني ووصل فيه إلى الربوع. وللعلم كانت المنافسة شرسة وقوية من طرف المصريين والغابون وتونس، والمنتخب المغربي استطاع أن يفوز بما يقرب 1000 نقطة أكثر من وصيفه. 16 مشارك ومشاركة مثلوا المغرب في صنف الكيروغي في 16 وزن بدورة رواندا 2022، والحصيلة النهائية كانت 15 ميدالية: 8 ذهبية، 8 ذهب، 3 فضة، 4 برونز. المركز الأول متقدم، يعني المغرب في المركز الأول متقدم على مصر. مصر حاز على 3 ذهبية، 5 فضية، 5 برونز. أما ساحل العاج
فحاز على 2 ذهب 3 فضة 2 برونز، وتونس حاز على 2 ذهب 1 فضة 1 برونز. بالنسبة لليوم الأول الذي كان مخصصا للأوزان الأولمبية، حصيلة المغرب من الذهب كانت 4 بواسطة نزل عسال أقل من 49 كيلوغرام، ندى العرج أقل من 57 كيلوغرام، وفاطمة الزهراء أبو فارس أكثر من 73 كيلوغرام. الوزن الأولمبي زائد 67 أيوب الباسل، زائد 87 كيلوغرام الوزن الأولمبي، وزائد 80. بقية أوزان اليوم الأول 3 من 4 عرفوا تتويج أبطال متوجين أولمبيا، التونسي جندوبي أقل من 58 كيلوغرام، والمصري سيف عيسى أقل من 80 كيلوغرام، والإيفواريا روت غاباكوي أقل من 67 كيلوغرام. وقد جاءت الميدالية الذهبية المحققة خلال اليوم الثاني من هذه المنافسة القارية بواسطة كن من البطلة سكينة الصاحب التي انتزعتها برسم الوزن أقل من 46 كيلوغرام، وأميمة البوشتي التي فازت في وزن أقل من 53 كيلوغرام، وصفية صالح فازت في وزن أقل من 62 كيلوغرام. أما ضمن فئة الذكور فقد فاز بالميدالية الذهبية البطل عبد الباسط وسطي عن فئة الوزن أقل من 63 كيلوغرام. أما الميداليتين الفضيتين لليوم الثاني فقد جاءتا بواسطة كل من حمزة هشام عن وزن أقل من 54 كيلوغرام، ودنيا صابر عن وزن أقل من 73 كيلوغرام، بينما الميداليتين النحاسيتين كانتا من نصيب كل من سفيان العصوي عن فئة وزن أقل من 87 كيلوغرام وأيوب الكيبري. ويشار أيضا إلى أنه إضافة إلى احتلال المغرب للرتبة الأولى، فإن فئة الإناث وفئة الذكور فقد تم أيضا اختيار البطلة المغربية نزهة العسال كأحسن لاعبة خلال هذه البطولة الإفريقية، نظرا لتنويع ضرباتها المتميزة بضربات الخلفية الدائرية. مجرد ملحوظة، القراءات قد تختلف بين المتشائم الذي سيقول أن المغرب فشل في التتويج بالذهب في الأوزان التي تتوفر فيها قارة إفريقيا على أبطال متوجين أولمبيا، وبين من سيقول أننا يجب أن ننظر إلى الجانب المشرق وهو التتويج في 4 أوزان أولمبية أخرى. وبعد السيطرة على إفريقيا علينا أن نطمع في السيطرة والتألق العالمي على الأقل في هذه الأوزان كما فعل الجندوبي وسيف عيسى وروت غاباكبي. أشاد وهنأ بهذا الإنجاز السيد يوسف العيماني سفير المملكة المغربية بدولة رواندا البعثة المغربية بكيغالي وتصدرها للترتيب العام في منافسات البطولة الإفريقية. وأقام يومه الاثنين 18 يوليوز 2022 مأدبة غداء على شرف البعثة المغربية المشاركة في هذا الحدث الإفريقي والعرس الرياضي الكبير. الإنجاز: الرتبة الأولى ضمن الإناث، الرتبة الأولى صنف الذكور، والرتبة الأولى في الترتيب العام، وجائزة أحسن لاعبة إفريقية للبطلة نزاع السال، وأحسن حكم إفريقي للحكم الدولي مصطفى العسري، والمشرف العام على جميع الحكام الحكم المغربي طارق بن رادي، ورئيس لجنة التحكيم الإفريقية. وفي الأخير تناول الكلمة رئيس الوفد حسن الإسماعيلي ونائب رئيس الجامعة، شكر فيها سفارة المملكة المغربية بدولة رواندا والاهتمام الخاص الذي أولته للوفد المغربي خاصة معالي السفير
السيد يوسف العيماني، الذي قدم بالمناسبة هدايا تذكارية لأعضاء البعثة المغربية، واختتم اللقاء بصور تذكارية بين جميع الحاضرين. للإشارة فقط، فإن البطولة الإفريقية تقام كل سنتين، ينظمها الاتحاد الإفريقي جنبا إلى جنب مع اتحاد جنوب إفريقيا للتايكواندو، وكلاهما يتبعان الاتحاد العالمي للتايكواندو. هذا الاتحاد الذي تأسس سنة 1973 بكوريا الجنوبية، وهو الاتحاد الوحيد المعترف بعضويته الرسمية في اللجنة الأولمبية. للتذكير، التايكواندو دخل كلعبة استعراضية للأولمبياد سنة 1988، ودخل بشكل رسمي للأولمبياد سنة 1902. يعتبر غياب الجزائر أو الفريق الجزائري سابقة في تاريخها، حيث أرجع البعض الأمر لأسباب إدارية، في حين أشارت بعض المصادر إلى أن الغياب راجع لسوء تقدير موعد السفر. سأسرد عليكم لائحة المنتخب الوطني المغربي للتايكواندو كبار، الذي سيشارك في الألعاب الإسلامية بقونيا بتركيا. فئة الإناث: الصاحب سكينة أقل من 46 كيلوغرام، العسال نزهة أقل من 49 كيلوغرام، أميمة البوشتي أقل من 53 كيلوغرام، ندى العرج أقل من 57 كيلوغرام، خلال مريم أقل من 62 كيلوغرام، صفية صالح أقل من 67 كيلوغرام، فاطمة الزهراء أبو فارس أكثر من 73 كيلوغرام. أما فئة الذكور: حمزة الحشام أقل من 54 كيلوغرام، عمر لكحل أقل من 58 كيلوغرام، وصفي عبد الباسط أقل من 63 كيلوغرام، أيوب الباسل أكثر من 87 كيلوغرام. وسيكون تحت تأطير كل من المدربين علي أمسنو وبدر الإسماعيلي والمدير التقني الوطني الباهي الحسين. فتسيد التايكواندو المغربي بإفريقيا جاء في وقته، حتى يكون حافزا للأبطال في أفق مشاركتهم في الألعاب الإسلامية المقبلة، وكذلك في أولمبياد باريس 2024. فالحمد لله الفريق يتكون من شباب أصغرهم 17 سنة وأكبرهم 23 سنة. من خلال هذه النتائج يتبين لنا أننا ننتقوا في أطرنا المغربية، فلا داعي لاستقدام أي أجنبي. فمن 1981 حيث تأسست الجامعة إلى حدود الآن، فهي مدة بأن تكون عندنا مدرسة مغربية خاصة للتايكواندو بطريقة مغربية مميزة. فلنثق في أبطالنا ونحفزهم، ونثق في أطرنا. استثناء: عرفت هذه البطولة حضور وفد خالص من الحكام الأفارقة دون الاعتماد على حكام من قارات أخرى، وتعتبر هذه التجربة الأولى من نوعها في تاريخ الألعاب الإفريقية. نتمنى من الدولة تنمية الرياضات الواعدة، واعتقد أن التايكواندو أحد تلك الرياضات. التايكواندو انطلاقا من الآن ومن هذه البطولة سيكون على الوعد في إسعاد المغاربة بتأتيت البوديوم الإفريقي العالمي ولما الأولمبي. دمتم في أمان الله. مع تحيات سعيد